السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نبدأ طبعا دلوقتي إن احنا نتكلم مع بعض في موضوع الامتحان بتاع الكويز اللي احنا هنبدأ فيه، الاختبار بتاع النهاردة. فأول حاجة طبعا هنعملها إن احنا هناخد الفايل ونحطه كوبي وهنعمله على الإيه المتصفح بتاعنا، وبعدين بعد ما هناخد الفايل ده كوبي هن إيه هنعمل إنتر. بعدها هنضغط على اللينك هيجيب لنا القائمة اللي قدامنا دي. طبعا دي مش هتظهر إلا لو أنا مسجل. طب أنا لو خرجت، حضرتك هتخش على ساين إن ويز جوجل فورم، يعني حضرتك هتشتغل على الجوجل فورم ساين إن ويز جوجل، فهتبتدي حضرتك تخش على الجيميل الخاص بيك. طبعا هنا لو الجيميل مفتوح على طول فهيبدأ يفتح معاك القائمة دي على طول. طب لو حضرتك الإيميل انت مش معرفه على الجهاز فهيبقى ساين ان، وبعدين حضرتك هتكتب الايميل، وبعد الايميل هتضغط نيكست، وبعد نيكست هتدخل الباسورد، بعد كده هيبتدي الفورم يفتح معاك تاني ويقول لك جيت ستارتد. اول ما حضرتك تضغط على جيت ستارتد هيبدأ التايمر في انه يشتغل لحضرتك بالظبط. بعد ان شاء الله ما نضغط على جيت ستارت هيبدأ معانا الكوز بتاعنا. الكوز طبعا مقسم لقسمين، القسم الاولاني هو قسم البيانات. بعد حضرتك ما تملأ البيانات دي هيكون من ضمنها الايميل الخاص بيك ورقم الكشف والاسم، فحضرتك تضمن بس ان الايميل العنوان اللي هو عنوان البريد الالكتروني ورقم الكشف يكونوا مكتوبين بشكل سليم، والاسم الخاص بحضرتك طبعا زي كما تحب، مش مشكلة طبعا لان انا هودي الاسماء لل على الايميل او رقم الكشف فمفيش اي مشكله. بعد ما حضرتك ما هتخلص هتضغط على التالي. طبعا انا باكد بس على حضراتكم ان البيانات تكون صحيحه. بعد حضرتك هتضغط التالي علشان يبدا يظهر لحضرتك الاختبار بتاعك. بعد حضرتك ما هيبتدي يظهر الاختيار هيكون اختيار من متعدد، الاختبار كامل من اختيار من متعدد. حضرتك هتقرا كل سؤال وبعد كده تعمل ايه، تعمل على تختار الاجابات اللي انت شايفها صحيحه. السؤال اللي ظهر قدام حضراتكم دلوقتي ده سؤال انا كاتب لك عليه ارجو عدم الاجابه على هذا السؤال. السؤال ده خاص باعدادات الجوجل فورم، يا ريت حضرتك ما تعملش اي اجابه داخل هذا السؤال، سيبه فاضي، سيبه بالاجابه اللي موجوده فيه بالظبط. طبعا التايمر موجود فوق بيعد ليك الدقائق الخاصه بحضرتك خلال الاختبار بتاعك، وده لازم حضرتك تكون منتبه ليه لانه مع الوقت الخاص بيك هتكون مضطر انك تعمل تختار جميع الاسئله وبعد كده تعمل سبميت للاختبار. لو حضرتك ما لحقتش تعمل سبميت للاسف الاجابات بتاعت حضرتك مش هتوصل لها. طبعا انا هبتدي اجري التايمر بحيث ان هو يخلص بسرعه. حضرتك دلوقتي بمجرد ما يكون فاضل دقيقتين على انتهاء الاختبار هيبتدي يظهر معاك الشريط اللي فوق ده الخاص بالتايمر، هيبتدي يظهر معاك باللون الأصفر. ده تنبيه ريمايندر ليك بيقول لك this is a reminder to submit your form، يعني حضرتك لازم تستعجل، خلاص فاضل دقيقتين بالظبط على انتهاء الوقت ولازم حضرتك تستعجل وتضغط لإرسال. طبعا لازم حضرتك تختار جميع الاختيارات وبعدين تضغط إرسال علشان يتم الإرسال. فيا ريت دايما اول ما يظهر معاك الرساله دي بقيه الاسئله اللي موجوده حضرتك تختار فيها وبعد كده تضغط ارسال بحيث ان الاجابات بتاعتك يحصل لها سبميت لينا وما تضيعش اجاباتك عليك. بعد ان شاء الله ما يخلص الامتحان علامه التعجب اللي تحت دي هتضغط عليها هيظهر لك الشكل ده، طبعا هو هيظهر لك شكل ابسط من كده. بعد كده هتضغط عرض النتيجه، حضرتك هتلاقي النتيجه الخاصه بحضرتك الرقم هنا من 11 لكن الرقم في الامتحان بتاعنا هيكون من 36، وبعد كده دي الاجابات الخاصه بحضرتك وكل حاجه مكتوب جنبها الدرجه اللي انت خدتها فيها. وكده نكون ان شاء الله انتهينا كده من الاعداد للاختبار باذن الله، واتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.